مامز ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، معاكم ميس مي. النهارده هطلع معاكم الفيديو دوت عشان فيه مامز كتير طلبت مني يا ميس مي لو ممكن تقول لنا او تساعدينا ان احنا نتكلم مع اولادنا في البيت بالانجلش. اوكي هكون معاكم دلوقتي عشان اقول لكم ممكن نبدا اليوم بتاعنا ازاي. طبعا الصبح بدري ما بنصحى من النوم بيبقى ابني اول حاجه بقولها له جود مورنينج. جود مورنينج بقول له ايه؟ جود مورنينج. اوكي طيب دلوقتي هو صاحي من النوم خلاص وانا عايزاه يغسل وشه، بقول له ايه؟ wash your face. wash your face بقول له ايه؟ wash your face عشان يغسل وشه. اوكي طب هو خلاص غسل وشه خلاص وخرج من الحمام، طيب انا ارجع تاني انا عايزاك تغسل اسنانك، اقول له ايه؟ brush your teeth. brush your teeth again. brush your teeth. اوكي دلوقتي خلاص هو غسل اسنانه وغسل وشه وكل حاجه، انا عايزاه يسرح شعره منعكس جدا، اقول له ايه؟ brush your hair. brush your hair سرح شعرك. brush your hair. اوكي وبكده خدنا النهارده 3 معلومات ان شاء الله. استنوني هعمل لكم كل يومين فيديو زي كده معلومات جديده لاطفالنا في البيت. ميرسي جدا ليكم.